السادة المشاهدين الإخوة الكرام، اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الوصفة ديال الدجاج. الدجاج محمر بواحد الطريقة مختلفة، كنعرفو كاع الناس كيديرو الدجاج محمر، ولكن اليوم إن شاء الله غندير لكم الدجاج بواحد الطريقة مختلفة، وغنضيفو لها واحد المقبلات، واحد الشريضات، واحد العصير. ونتمنى في هاد اللحظة اللي غنقدمو لكم واللي غتشاهدو معنا هاد الفيديو تكونوا في واحد اللحظة مزيانة وتكونوا مرتاحين باش تشاهدوا معنا الفيديو حتى لآخر لحظة. وما تنساوش اخر لحظه هو ديال التقديم ديال الطبق ديالنا اللي غيكون بواحد الطريقه مغايره ويعجبكم ان شاء الله بزاف. كنتمنى لكم مشاهده ممتعه، ونبداو على بركه الله بالمكونات وبالدجاج اللي غنطيب لكم واحد الدجاج زوين نتمنى يعجبكم. انا المقادير ان شاء الله. عندنا واحد الدجاجه كما كتشوفوها، هي دجاجه متوسطه من الحجم المتوسط، كل واحد تكون مغسولة مزيان كما لاحظتوا. الدجاج يكون مغسول مزيان، النظافة مزيانة في الطياب، الدجاج يكون مغسول مزيان، يكون مغسول مزيان، كنغسلوه وننظفوه ونخليوه تما كيتسخطر ديالو. هاد الدجاج عندنا المكونات اللي غنديرو معاها مكعبات ديال الزعفران، هاهي عندنا الملحة، عندنا سكنجبير، الغزار، الحامض، وعندنا البصلة اللي غنديروها مع الدجاج. عندنا هنا الا شفتوا واحد ديك الكبدة ديال الفروج ولا ديال الدجاجة، هذه غنضيفوها حتى يطيب، غنزيدوها حتى يطيب الدجاج ديالنا عاد نديروها. كيفاش غنديروها؟ هذه غنديرو لها الصودا، الصوجة، غنبحلو الصوجة، غنكب نديروها هنا شوية، نديرو لها الملاح، شوية الملح، وغادي نديروها تسلق في الماء. ملي غتسلق في الماء مزيان عاد نجبدوها وغنقطعوها بواحد الطريقه وغنقدمها لكم في اخر اللقطه ديال الدجاج. مع الدجاج هذا غنديروا الاضافه ديال اللي غتكون عندنا، وهي غنديروا واحد الشليطه، شليطه الخس كما كتعرفوا كاملين كنعرفوا الخس، واحد جوج مطيشات، واحد البصيله. غنديروا الشليطه الثانيه غتكون عندنا البطاطا، نقطعوها، نقطعوها بهاد الاله هي. وعندنا الباربه، كلشي كيعرف الباربه وكلشي كيعرف الفوائد، ما كنظنش شي واحد ما كيعرفش الفوائد ديال الباربه. هاد الباربه غنستغلوها، ناخذوا منها شي واحد العدد، واحد الشويه ديال الباربه، واحد جوج ولا ثلاثه غنديروهم مع الشلاضه هنا، والباقي غنقدمو لكم عباره عن عصير الباربه مع الليمون. مازال عندنا ان شاء الله هذه واحد الاكله زوينه، كنظنش شي واحد ما عزيزش عليه هاد البقوله. البقوله قطعناها وطيبناها باش حتى من ديركم شويه الوقت توجدناها، ها هي عندنا القصبر هنا ديالها، عندنا الملحه، عندنا الحار على حسب الضوء، الكمون، وعندنا الحمراء، هادو حطيناهم هنا. انا غنوريكم كيفاش غنطبخوهم. والثومه راكم عارفين الثومه مزيانه كتنسب. دابا على بركه الله نبداو ان شاء الله في تقديم الطبق. عندنا هنا القصبر، قصبر يكون مطحون مزيان، مطحون مزيان، مقص مزيان، كنزيدو عليه هاد التوابل ديالنا. نديرو البزار على حسب الضوء، هاد المعلقة صغيرة، نديرو سكنجبير، واحد شوية سكنجبير، الملح ديالنا على حسب الضوء، الملح ديالنا على حسب الضوء، نجيبو هاد الزعفران اللي هو شعرة ومكعبات ديال الزعفران، غنضيفوها مع هاد العطرية، نخلطوها حتى تمزج مزيان. والحامضة انا قطعت مع هاد القصبر، خديت لاحظتو لشتو، ها هو الحامض، خديت هاد الطريف ديال الحامض حيدتو وقطعتو وطحنتو مع القصبر، لان يعني الحامض كيعطي مذاق مزيان، والحامض مزيان. دابا كيما درنا ها هو حنا كنعدلو هاد العطرية ديالنا، خصنا نطحنوها مزيان العطرية مع بعضيها. دابا شي مكعبات ديال الزعفران ها هي، نهرسو حتى الضو ونبداو نخلطو هاد الشي هذا، هاد العطرية ديالنا مزيان. الزيت ما كنديروش الزيت، الزيت كنديروه حتى الاخير، لان هاد الفروج هذا ديالنا ما خصناش نديرو غير الزيت، كنديرو هاد العطرية ديالو كنديروها معاه مزيان حتى كتمزج، وكنديروه يطيب ديالنا، ومن بعد يطيب ويسالي ان شاء الله غنوريكم الطريقة باش ندخلوه في الفران حتى يطيب. عفوا، هاهي العطرية ديالنا، هاهي العطرية ديالنا وجدت، سهلة. سبق ان قطعنا القصبر، راح نجبنا العطريه مع بعضياتها. نتمنى لكم مشاهده ممتعه. ها هي العطريه ديالنا وجدت،
نحطوا العطريه ديالنا والزيت عليها، نشدوا هذا الفروج ديالنا، حيدوا العطريه، نزلوا هنا اول فروج ديالنا واحد البلاطو ديالنا. نبداو دابا هنا نعمروا هاد الدجاج، خص هاد العطريه، هاد العطريه اللي كتشوفوها خصها تكون في الدجاج بجميع الاتجاهات ديالها، خصها تتماسك، وخصكم ديروها في اي بلاصه خاويه في الدجاج باش كتعطي واحد المذاق مزيان وكتشي مع الفروج. بسم الله على بركه الله، العطريه تكون لداخل، العطريه دائما لداخل وتكون ممزوجه لداخل. راه حطوها هكا، عندنا هاد الفرق ديال هاد الفخوذة ديال الدجاج. انا هنا ملي غسلته فتحت لهم واحد هاد الدجاج باش كت هاد هنا خص تكون العطريه مزيان. انا ملي عطيه بعد تشوفوا السر ديال هاد الشيء ديال نديروا العطريه كتمزج معاه مزيان هكا بهاد الطريقه. كنشوف هاد الفخذ عاود حتى هو باش العطريه خصها تشي مع الدجاج كامل، ان هاد الجلده ما صافحاش. هادي عاد باش كتحمي الدجاج في الاخر كتحيد الجنيحة ديالنا. نجيو لهنا نجيبو العطرية ديالنا اللي باقا، نخشيوها هنا دائما العطرية تمشي في الفروج مزيان. لاحظتو هو بقا يبان، هو بقا يعطي تبدل ليا. نجمعو هاد العطرية باش مبدلناش مبدلش باقا، نديروها هنا في الفروج داخل. حنا سالينا مززنا العطرية كاملة ديالنا مع الفروج هكا، لاحظتو ها هو الفروج كامل، العطرية موجودة. نجيبو الفروج ديالنا، نجيبو الرجلين ديالو كيما كنقولو بالعامية ديالنا، الفروج مكتف، نكتفوه مسكين. ها هو الفروج ديالنا، نزلوه هنايا، ها هو هي العطرية ديالو، المسيح ديالو هو موجود هنا. دابا عندي هدو باش نوجدو الفروج ديالنا، باش نديروه هاهو. نسمحولنا نجيبو دابا الفروج ديالنا باش نديرو الزيت ونديرو البصلة، نديرو البصلة ديالنا، نقطعو ديك البصلة اللي مقطعة نوريها لكم. نديروها في الكوكوط ديالنا ونخليه يطيب، نديرو لو نديفولو بجوج كيسان ديال الماء، منديروش الماء بزاف، ونخليه يطيب مزيان. ومن يطيب غادي نجبدوه وغادي نقدموه ونخشيوه في الفران باش يطيب مزيان. دابا على بركة الله نكملو، ندوزو شعر البوطة ديالنا باش نبداو نديرو البصلة ونديرو المسائل ديالنا. هو البصلة نكملو نقطعو باش تعطينا واحد المذاق مزيان، باش تعطينا واحد المذاق مزيان خاصها تكون طياب، ما يكونش مزروق طياب. دائما انا كنصحكو دائما في الوجبات ديالي، لاحظتو ملي كنكون كنتكلم على العافية، على النار ديال البوطة ما تكونش مجهدة، خاصها تكون قليلة باش كتعطينا واحد وقت الطياب كيطيب على المه ديالو، على خاطرو باش كيكون مزيان من السن طياب. جيبو الزيت، نديرو الزيت، نديرو الزيت ديالنا هنا هاهو. هنا نديرو الزيت، نجيبو هاديك البصلة ديالنا، البصلة ديالنا نديروها بسم الله على بركة الله. نحطو البصلة ديالنا، هيا البصلة ديالنا كتوجد، البصلة ديالنا كتوجد، هيا البصلة ديالنا، شحر واحد شوية البصلة، شحر واحد شوية البصلة، شحر البصلة مزيان، ونديرو العطية ديالنا اللي نديروها ونحطي فيها الفروج ديالنا، دائما كالعادة. العطرية معروفة اللي نديرو، العطرية ديالنا نديرو واحد شوية ديال البزار، البزار تا هو سكين جبير الحمرا كنحل العطرية باش نبغي نديرو شوية البزار،
جنجبير، الملح حسب الذوق، الملح حسب الذوق. إذا بغيتي تبغي تشد الملح، الواحد شنو كيبغي في الملح ديالو، زيد بزاف لأن خاص حتى الملح تكون ناقصة. أنا الملح ما دابا باش نخليه يتحرك شوية، نديرو الفرن ديالنا يطيب. ما ديروش الماء بزاف، هي الكويسة الماء فيها زين. لاحظوا هاي البصلة ديالنا اللي كتبقاو تدوب، هذه هي ها البصلة ديالنا اختفت. دائما كنهضر بواحد المصطلح كنقول تتهرس البصلة، بمعنى تتهرس باللغة ديال الطياب، شتا كتحيد من هذاك الرائحة، كتطلق راسها بالزيت وكت... مع العافية هكا. ها هي راه لاحظتوا صافي، شتا كتاخذ اللون ديالها، كتبدل اللون ديالها، تكون تهرست من ديك الريحة ديالها، باش الطياب ديالو كيجي مزيان. لأن البصلة دائما خصها تشحر. ها هو نجيبو الفروج ديالنا ونزلو. ها هو الفروج ديالنا، غادي نزلوه بهاد الطريقة هادي. ها هو نحركوه شوية باش يعرف. نخليو الفروج ديالنا يتشحر شوية. غنضيفو له جوج كيسان ديال الماء، لا أقل ولا أكثر. الماء ما ديروش بزاف، جوج كويسات ديالنا ديال الماء. عندنا الكويسات ديالنا هما مغمورين هنا، حنا درناهم لأن حنا عابرين في هاد الإناء ديالنا ديال الغبار، نعبرو الماء ديالنا. ها هو الفروج ديالنا ديالنا، نخليوه يطيب، نخليوه يطيب الفروج ديالنا. غندوزو معاكم باش نوجدو معاكم ديك الشلاضة اللي هضرنا عليها. بين ما طاب هاد الفرن نخليه بقى طيب، وحنا نمشيو نوجدو الشلاضة ديالنا. وجدناها قبل باش ما تاخدناش الوقت، حنا وجدناها قبل باش ما تاخدناش الوقت. ندوزو نقطعو هاد الشلاضة اللي يلاه نتكلمنا معاكم عليها. بعد ما زدينا دابا ندوزو الشلاضة، الشلاضة ديالنا غادي نقطعها. بسم الله، الشلاضة ديالنا نجيبوها، غادي نقطعوها، نجيبو الموس. نحاول نحيدهم، نحطهم في الكوبي ديالو. هذا نحاول نحطه، ما هو صغير ما هو كبير، متوسط هكا. نحط الخبز ديالنا هنا، نديرو هاد الشكل. أول خبز ديالنا هنا، هاد المطيشة نقسموها هكا طاوش، كنجيو لهاد هكا، غنقطعوها دائرية على هاد الشكل، هاد على هاد الشكل هكا. المطيشة ديالنا مقطعة هكا، عندنا مطيشة مع الشلاضة مزيانة، هي الشلاضة كاملة مزيانة، كاين الفوائد، الخوص كاين الخيار كل واحد والشلاضة ديالو، بصلة حتى هي مع مطيشة، شلاضة مزيانة حتى هي صحيحة. هادي هاد البصلة نحيدو لها الطرف ديال البصلة، هاد البصلة نحاول نحطوها حنا دائرية باش نعطي واحد الزوية، واحد الزواقي باش يعجبنا فيها. لاحظتو هي كتقطع، قطعوها بواحد السمك صغير، تكون تقريبا متساويين وتكون صغيرة، ما يكونش الحجم كبير باش ناكلوها هكا. هي البصيلة ديالنا، شكلها سهلة وفيها فوائد.
هاد الصلاط ديالنا والدريس ديال البصله ما فيش نزلوها في هاد الشجره نجيو نكملوا معاكم البصله مع هاد الخيار الخيار المعطره من الاحسن نديرو نجيب لكم هاد البطاطا نجيبو البطاطا اللي غنصاوبوها معاكم هاد البطاطا وهاد الخيار نديروهم نقطعوهم ثاني بواحد الطريقه صغيره طريقه متوازيه نقصو شويه الماء وهكا نوجدو واحد الطبق ديالنا مزيان هذه اللي غنقطعو بها الطبق نجيب الطبق ديالنا نحيدو لها هادو الطبق ديالنا ونجيبو هادي نقطعو بهاد الطريقة هادي نقطعو بهاد الطريقة بهادي نقطعوها بهذا الشكل هذه مزيانه هذه كتعطي واحد الصواقات بسم الله لاحظتوا نجيب البطاطا بواحد الطريقه زوينه الزواق كنجيب بواحد الطريقه الزواق ها هي بهذه هكا وما كديش الوقت زيد البطاطا ها دائما كنحيدو هاد الطروف هادو ديال البطاطا هاد الطروف هادو وكنقسمو البطاطا هكا على جوج وكنجيو كتولي عندنا الامر ساهل بهادي هي هكا كنربحو الوقت في نفس الوقت كتعطينا منظر رائع واحد الشكية زوين كتعطينا هكا نزيدو التالتة دائما كنحيدو هاد الراس ديال البطاطا كنقسمو البطاطا على جوج كنكملو بنفس الطريقة اللي شفتو معانا بهادي بهاد السكين هكا انه عنده هو هادو متوازيين وعندو هاداك الزواق كيبقى هنا كيطلع هنا هكا لاحظتو هو الزواق ديالنا نجيو نزلو هاد الصلاطة ديالنا هنايا هكا رتبو هكا هاد الشي ها نزيدو معانا هاد البطاطا لي مازال كنظل الفكرة واضحة ديال الصلاطة وديال التقطيع ديالها كنقسمو على جوج كنجيبو هاد السكين هدا وكنقطعو بهاد الطريقة سهلة كنربحو الوقت كتعطينا منظر مزيان هاهو نديرو شلايط ديالنا في هاد الجهة هنا نجيبو البطاطا الباربة كنقطعوها نقيو هاد الباربة ديالنا باش ميبقاش فيها هاد القشور هدا هي أصلا مسلوقة نحيدو هاد الشكل ديال البطاطا ديال الباربة هكا حتى هي نقطعوها بديك الطريقة حتى هي غادي نقسمو الباربة على جوج هكا بالتساوي كنجيب هاد السكين هذا وكنقطعو الباربة ديالنا هكا نقطعو الباربة ديالنا كتعطي واحد المنظر واحد الشكية تاخد الشكل ديال هاد الزواق هاد هكا كتعطي منظر مزيان نحطوها في هاد الاتجاه هاهي نزيد نقطعو ناخد واحد وحدة اخرى يدير هاد الشكل هذا هاكا يلا مسلوقة غير كنبركو عليها بحال الشكل هاهي هي تنقات لنا الباربة مزيان نقطعوها في الطيور بالنص غنديروها نفس الشكل نفس الطريقة ديال البطاطا هاهي نقسموها على جوج كنمشيو هادي سهلة هاهو منظر جميل ورائع ويعطي واحد اللون واحد اللوين مزيان كنديرو الباربة في الاتجاه ها هو وكنديرو الطيطة ديالنا في الاتجاه
ناخذ واحد الصف ديال البطاطا بحال هذا الشكل، واحد ثلاثه ولا اربعه، كنزوه مع هذه كيعطينا واحد اللون، لون مغاير. هذا للتزيين فقط، هي نفس المكونات نفس البطاطا. لاحظتوا دابا اجينا واحد المنظر مزيان، كون الوليدات ديالنا معانا وكذا نديروها نفس الشريط، غيكون عندنا اللون ديال هكا وهي نفس البطاطا. دابا هاد الباربه نخليوها حتى الاخر باش نديروها مع العصير اللي هضرنا فيه مع الليمون، باش الليده ديالنا وجدات، الدجاجه ديالنا كطيب، الليده ديالنا ها هي. هيدو هاد المسائل ديالنا اللي سالينا بهم، غادي ندوزو معاكم البقوله. البقوله وانتم كامل كتعرفوا الفوائد ديال البقوله، فوائد كبيره وعديده، ان شاء الله نوجدوها معاكم على خير. الناس مغلي قطعناها وطيبناها مزيان وصفيناها من الماء، قطعناها لكم ثم دابا بقى لنا غير الاضافات اللي غنوريكم فيها. غنكملوا الطبق ديالنا، ها هي البقوله ديالنا. لاحظتوا ها هي البقوله، قصبر والثويمه مطروقين مزيان، شويه ديال الحار السودانيه، الكمون الحمراء. دابا هنا غنبداو نخلطوا هاد الدراري. البقوله ديالنا اللي عندي جيت هي غتقدم بحال الشلاضه مقبلات مع مع الدجاجة ديالنا ان شاء الله. هني غادي تجد راحتوها هي ها بقولة مزيانة، ها هي بقولة ديالنا كتوجد. كنتمناكم تشاهدونا وتكملوا معنا الفيديو، واللي عجبو الفيديو يشارك معنا في القناة، يكليكي على الجرس ديال الاشتراك وزارات ديال التنبيه باش يوصلكم اي جديد. كل ما نزلنا شي فيديو وكل ما قدمنا شي وجبه توصلكم في الاشعار ديال الشعار ديالها باش تتابعونا. نتمنى لكم مشاهده جميله ووقت جميل. كما هضرت معكم في التقديم، كنتمنى نجبركم في هذه اللحظه اللي تشاهدوا معايا هذا الفيديو تكونوا في احسن اللحظات، تكونوا مرتاحين. نتمنى مره اخرى يكون جرات فيكم شويه ديال الحماس، الدراري اللي ما كيطيبوش ولا الناس اللي عاد كيتعلموا او يستافدوا معنا، حنا كنفيدوا بعضياتنا كاملين بالفائده، لا عرفنا شي حاجه كنقدموها لكم. نتمنىكم نزرعوا فيكم شويه ديال الحماس باش تتحركوا حتى نتوما. بالنسبه للشبوان دابا غادي نشعلوا البوغ ديالنا ونزلوها طيب حتى هي باش تقدم مع الدجاجه ديالنا اللي كتوجد. هي البقوله ديالنا جد، الدجاجه ديالنا هي كطيب، المقبله ديالنا راه وجدت، لكن واحد نزيدو فيها هاد البقوله، ما نديروش فيها زيت كريستال، نديرو فيها زيت العود، واحد النسمه غير واحد شويه ديال زيت العود اللي هو غنديروه هنا، يعطينا واحد النسمه مزيانه، انه زيت العود كامل الفوائد. ثم اغلبيه والناس كاع كيعرفون ان زيت العود فيه فوائد كبيرة. ها هو الزيت ديالنا، درنا شوية ديال التنسيمة ديال زيت العود، الدجاجة ديالنا كتوجد. في نفس الوقت حنا كنحضرو هاد المقبلات اللي غنقدموهم مع الدجاجة، وتابعونا في آخر الفيلم آخر الفيديو إن شاء الله باش نعطيكم واحد التقديم. دائما لاحظتوا راه حنا كنفاجئوكم في التقديم، كنديروا واحد الطريقه ديالنا رائعه، وان شاء الله ملي يوجد الدجاج غنوريكم نبين لكم التقديم ديالو والطويبله ديالو كيفاش غتكون منزله، واكيد انه يعجبكم هذا الشيء. حنا يلاه بادين معكم ومازال معكم خطوه بخطوه ان شاء الله، واي حاجه غتكون موجوده غادي نوجدوها لكم ان شاء الله ونقدموها لكم حنا غد ما بعدنا. كنتمنى المشتركين ديالنا يعجبهم هذا الشيء، والناس اللي مازال ما اشتركوا معنا في القناه الى عجبهم هذا الشيء ما كاين باس هما يشتركوا معنا، يكليكوا على الجرس وعلى زر الاشتراك باش يوصلهم اي جديد ديالنا. دابا اشرفنا على النهايه، ما بقى لنا والو، الدجاجه ديالنا عطيت
نديروها في الفران ونبين لكم التقديم ديالها في الاخير. هادو الشليظات ديالنا من بعد ما وجدناهم وقادناهم، شوفوهم كيفاش جاو، لاحظوا شوفوا هاد البقوله كيفاش جات. الخلاطه ديالنا درنا شويه ديال الجبن مع البطاطا ومع الباربا، ما هي البقوله ديالنا هي كيفاش جات. بس واحد المنظر جميل، منظر كيشهي، منظر جميل ومنظر كيشهي. ها هي الخلاطه ديالنا متنوع، فيها البطاطا، فيها الباربا، فيها الجبن، فيها البقولة الحامض، شوية ديال الحار. التكلفة ديالها بسيطة، بسيطة للغاية، بسيطة مكاينش شي تكلفة كبيرة. الخلاطة مزيانة، هي فيها بزاف ديال الفيتامينات، كاين فيتامين أ، كاين فيتامين ب. كنا قدمنا وجد الدجاج ديالنا اللي قدمنا، ها هو الدجاج واجد، أما البيضات هنا هو الكاشير، هو الحار، حار كاين أحمر، كاين أخضر، كاين الحويمضات، ها هو الطريسي ديالنا موجود، الفروج ديالنا موجود. غنقدمو دابا باش نقدمو الطابلة ديالنا ونبريزونتيو الطابلة ديالنا. كنزلو شلاضة هنا، الخبيزة اللي هضرنا عليها هي فيها بزاف فوائد، فيها الحديد، المغنيسيوم، وهي مفيدة للجسم ديالنا. هما الشليظات ديالنا اللي هضرنا عليهم في الأول، طيطة البطاطا ديالنا وفيها كاش، فيها الجبن، وكاينه البطاطا هادي، وكاينه البقوله ديالنا هي. نزلوها هادي هكا، نزلوها هادي هنا كاين، شفتو ها هو الطبق ديالنا كيبان، لاحظتو الشليظه ديالنا هنا، الشليظه ديالنا الاخرى هنا هكا، ها هو كيعطي منظر للعين. زولوا هاد البلاطون هنا، عندنا العصير اللي هضرنا عليه، قلنا نقدموا لكم العصير ديال الباربا بالليمون، كويسه ديالنا هما، كبوا شويه ديال العصير ديالنا اللي هو هو باربا، فيها فوائد كبيره للجسم، فيها فوائد كبيره. نزلوا واحد الكويس هنا، حنا كنبريزونطيو الطابله ديالنا، هو كيبان، كيبان داك اللمسه اللي هضرت معكم في الاول، قلت لكم راه كل واحد كلشي كيعرف يطيب، ولكن كل لمسه وكاين التقديم، كاين الزواق ديالنا باش بان كل واحد كيفاش كتفتح الشهيه. دابا لاحظتوا ها هي الطابله ديالنا وجدت، هو العصير ديالنا سالينا منه، ها هي الطويبه ديالنا، غدا ممتاز بدينا، مسائل بسيطه، مكونات بسيطه، شليظات فيهم جميع المكونات. كاين عندنا البقوله، بالاخص البقوله هي ثمن ديالها رخيص وفيها فوائد كبيره، فيها المغنيسيوم، فيها الحديد، كتحيد الغازات من الجسم، كتساعد على تساقط الشعر، ما يكونش تساقط الشعر حتى هي كتصلح لهداك الشيء. كاينه الشليظه ديالنا اللي فيها مطيشه، فيها الخص، كتعرفوا مطيشه شمن الفيتامين فيها. كاينه العصير ديالنا، كاينه الخبز ديالنا كامل، وشهيه طيبه وبصحتكم وراحتكم. كنتمنى منكم تبعوا هذه الوصفه اللي درنا وتجربوها، ولا عجب اللي عجبو الفيديو وشاف هذا الفيديو وتبعو، ما تنساوش تكليكو معنا على جرس الاشتراك، زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنزلو كل جديد. كنتمنى لكم شهية طيبة والى اللقاء. مع تحيات بوغو إبراهيم مقدم الوجبة الغذائية لهذا اليوم، إلى اللقاء ونلتقي في وصفة أو في وجبة قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، ومع السلامة.